بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. قال ابن جرير رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم شديد، عن ابن عباس في قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن عمرو صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ فقال تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. عن عكرمة في قوله فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، ويظهر أن هناك سقط في أول جملة من كلام ابن جرير، لأنه قال يعني جل ثناؤه بقوله فإذا نفخ في الصور، هي أصلا المعتاد أنه فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير يوم شديد. وذكر الأدلة على أن نقر في الناقور يعني نفخ في الصور. عن مجاهد فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور. عن مجاهد فإذا نقر في الناقور قال في الصور قال هو شيء كهيئة البوق. عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور قال هو يوم ينفخ في الصور الذي ينفخ فيه، وذكر حديث ابن عباس. عن ابن عباس قوله فإذا نقر في الناقور يقول الصور. عن الحسن قال فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور. عن قتادة فإذا نقر في الناقور قال الناقور الصور والصور الخلق. صح ذلك الله أعلم، فكأنه يشير إلى بعض ما ورد في الأحاديث الضعيفة إلى أن الأرواح تكون مجموعة أو محشورة في الصور، فإذا نفخ في الناقور يعني أرسلت هذه الأرواح إلى الأجساد في الأرض تحت التراب، ولا يصح. لكن الصور قرن ينفخ فيه كما يدل عليه حديث ابن عباس كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. عن الضحاك قال فإذا نقر في الناقور يعني الصور. عن الربيع قال الناقور الصور. قال ابن زيد فإذا نقر في الناقور قال الصور. ذلك يومئذ يوم عسير يعني شديد، بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. عن ابن عباس فذلك يومئذ يوم عسير يقول شديد. عن قتادة قال الله تعالى ذكر فذلك يومئذ يوم عسير، فبين الله على من يقع على الكافرين،
غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كل يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدا، لا شيء له من مال ولا ولد إلي. كل أمره، يعني أترك أمره، ذرني يعني أترك أمره إلي. ذكر أنه عني بذلك الوليد بن المغيرة المخزومي عن ابن عباس قال: أنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين. يقصد آخر سورة الحجر هي قوله سبحانه وتعالى: فنادي الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. قوله سبحانه وتعالى: إن كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عن مجاهد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا قال: خلقته وحده ليس معه مال ولا ولد. عن مجاهد قال: ذرني ومن خلقت وحيدا نزلت في الوليد بن المغيرة، وكذلك الخلق كلهم، أي كلهم خلق كل واحد منهم وحيدا، لا مال له ولا ولد ولا جاه ولا سلطان. عن قتادة قوله ذرني ومن خلقت وحيدا قال: وهو الوليد بن المغيرة أخرجه الله من بطن أمه وحيدا، لا مال له ولا ولد، فرزقه الله المال والولد والثروة والنماء. قال ابن زيد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله إن هذا إلا سحر يؤثر حتى بلغ سأصله سقر، قال: هذه الآية أنزلت في الوليد بن المغيرة. قال الضحاك ذرني في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني الوليد بن المغيرة. وجعلت له مالا ممدودا، اختلف أهل التأويل في هذا المال الذي ذكره الله وأخبر أنه جعله للوحيد ما هو وما مبلغه. قال بعضهم: كان ذلك دنانير ومبلغها 1000 دينار. عن مجاهد: وجعلت له مالا ممدودا، قال: كان ماله 1000 دينار. عن سعيد بن جبير في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال: 1000 دينار. وقال آخرون: كان ماله 4000 دينار. عن سفيان قال: بلغني أنه 4000 دينار. وقال آخرون: كان ماله أرضا. عن النعمان بن سالم: وجعلت له مالا ممدودا قال: الأرض. وقال آخرون: كان ذلك غلة شهر بشهر. عن عطاء عن عمر رضي الله عنه في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال: غلة شهر بشهر، يعني إنتاج شهر بشهر ممتد يعني مستمر. نفس الإسناد إنه عن عطاء ولم يقل عن عمر. الصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله وجعلت له مالا ممدودا، وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته. وبنين شهودا، يقول وجعلت له بنين شهودا، ذكر أنه كانوا 10. عن مجاهد قال: كان بنوه 10. ومهدت له تمهيدا، يقول تعالى ذكره: وبسطت له في العيش بسطا. عن سفيان قال: مهدت له تمهيدا بسط له. عن مجاهد قال: مهدت له تمهيدا من المال والولد. ثم يطمع أن أزيد، يقول تعالى ذكره: ثم يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته. كلا، يقول ليس ذلك كما يأمل،
ويرجو من أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا في الدنيا. إنه كان لآياتنا عنيدا، يقول إن هذا الذي خلقته وحيدا كان لآياتنا وهي حجج الله على خلقه من الكتب والرسل عنيدا، يعني معاندا للحق مجانبا له كالبعير العنود. ابن عباس قال انه كان لآياتنا عنيدا، قال جحودا. عن مجاهد انه كان لآياتنا عنيدا، قال محمد العمر معاندا لها، وقال الحارث معاندا عنها مجانبا لها. المجاهد قوله عنيدا، قال معاندا للحق مجانبا. عن قتادة كفورا بآيات الله جحودا بها. عن سفيان لآياتنا عنيدا، قال مشاقا. وقيل عنيدا هو من عاند معاندة فهو معاند. سأرهقه صعودا، يقول تعالى ذكره سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها. وقيل إن الصعود جبل في النار يكلف أهل النار صعوده. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار من نار يكلفون أن يصعدوه، فإذا وضع يده ذابت، فإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله كذلك. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي كذلك منه أبدا. ثم يهوي كذلك منه، يعني 70 خريفا أبدا. المجاهد سأرهقه صعودا، قال مشقة من العذاب. عن قتادة سأرهقه صعودا، أي عذابا لا راحة منه. عن قتادة قال مشقة من العذاب. قال ابن زيد سأرهقه صعودا تعبا من العذاب. نعوذ بالله. قل قولي هذا واستغفر الله.